هذا السائل يقول: ما تفسير قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم؟ هل حرف على يدل دائما على العلو؟ وما معناه في هذه الآية؟ يعني إذا لقوا الله سبحانه وتعالى، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، لأنهم كانوا ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، فإذا وقفوا ولقوا ربهم عز وجل للحساب وعرضوا عليه أدركوا لقاءهم. لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم.